مكملين مع حضراتكم الاستوديو الخاص بمباراة النادي الأهلي وجيما أبا جفارة الإثيوبي. كابتن حشيش، هسأل حضرتك، كنت تتوقع مستوى الفريق الإثيوبي؟ كان متوقع زي ما احنا قلنا ان هو فريق بلا تاريخ. تمام. لسه حديث العهد بالبطولة الإفريقية، لسه حتى في بلده في الدوري المحلي لسه طالع من الدرجة الثانية السنة اللي قبل اللي فاتت، لسه مدعم السنة دي يدوبك ابتدى لما حس انه داخل بقى في المعترك الإفريقي مدعم بعض اللعيبة، فتوقعت منه كده ان هو يكون ضعيف في المستوى، ولو ان الشوط الثاني بصراحة يعني احييهم على انهم مغلوبين 2-0 يا بلال وعايزين يروحوا للجول، بيحاولوا كتير يا كابتن، بيحاولوا من ناحيه الشمال وناحيه اليمين. صح. وعايز يقلل الفارق، او حتى كان فرصته ان هو يجيب جون وكان في كوره كان ممكن يوصل بيها وكانت ممكن تبقى بين الثلاث خشبات، كان ممكن تغير المسار خالص. اللي انا بقى مستغرب له هو مستوى فرقه النادي الاهلي. احنا قلنا قبل الماتش لعيبه تاخد فرص ممكن ما تجيش تاني، لازم يتمسك بالفرصه، لازم يبقى يعني الفرصه اللي تيجي يمسك فيها، لان ممكن ماتش زي ده اثر على وجودك اساسا في النادي الاهلي. صح. اذا كنت هتبقى موجود ولا مش موجود، ومع ذلك حاسس ان في بعض اللعيبه ما بتديش كل اللي عندها، ومش عايزين نقول اجهاد، لان في بعض اللعيبه اللي مستواها النهارده كان مش على المستوى المطلوب ما كانتش بتلعب، فمش هنقول اجهاد. يعني بصراحه انا النهارده اللي عجبني في الفريق كريم نيدفيد كويس، محمد هاني كويس، ناصر ماهر كويس، الباقي بقى انا حاسس ان المستويات يعني مش هي اللعيبه، يعني مش هو المستوى اللي كان الواحد بصراحه يامله. واللي مزعلني اكتر ان انت ما بتحسش، انت ممكن عمر تحس انك اللعيب بيعمل كل حاجه بس مش ماشيه، انما لما تحس ان هو متكاسل شويه او في بطء او ما بيديش اللي عنده، هو دي الحاجه اللي تحزنك. نتمنى من بعض اللعيبه اللي هي عندها لسه الفرص، والفرص بتجيلها اجباري على الجهاز الفني، لان ما عندوش غير المجموعه دي، فانت استغل الفرصه دي. يعني عندك فرصه واثنين وثلاثه ممكن في الوقت العادي مش هتجيلك، فاتمنى انهم يمسكوا في الفرص اللي جايه لهم ان شاء الله، ويثبتوا وجودهم ويشوفوا اذا كان يعني لهم أحقية في الاستمرار في النادي الأهلي أو لا.